خلينا نسمع القصه من احمد بالشكل اللي هو اللي هيقوله، ولا احنا مرتبه معاه ولا حاجه، ونسمع منه ونشوف هيقولها لنا ازاي. نسمع منك قصه سيدنا موسى. الاول ربنا بعث سيدنا موسى لقوم فرعون عشان يهديهم. السيده يوكابد ولدت سيدنا موسى، وكان نسله يعني بابا اسمه عمران، وكان عنده اخ واخت مريم ومريم وهارون. فايه هو ترعرع عند فرعون. الاول سيدتنا يوكابد اوحى اليها ربنا اللي هي تحطه في صندوق وتخليه في البحر وتشوفها يروح فين. فخد الصندوق وحطته في البحر، وراحت وقالت لسيد وقالت لمريم اللي هي تروح وتتبع الصندوق. فايه تتبعته لحد ما وصل لعند فرعون. فايه اخذته سيدتنا اسيا وشافته طلع فيها سيدنا موسى. فلما وجدته قال فرعون، قعد يقول انا لازم اقتله لازم اقتله. فهي قالت له لا، قالت له لا، ومذكور في سورة القصص أقول الآية قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذهم ولدا وهم لا يشعرون. وبالفعل فرعون ساب موسى سيدنا موسى لسيدتنا أسيا وربته عندها، وكان يرفض كل المرضعات. ايه لحد وسيد ربنا قال كان قال لسيدتنا يوكابد اللي هي ترضعه قبل ما تحطه في الصندوق وتحطه وترميه في البحر. فرفض كل المرضعات. لما جه لسيدتنا يوكابد استقبلها. نعم. يعني تمام. امه بقى. تمام. ما كان رضع منها الاول فهو صح. رضع. تمام. لما رضى سيدتنا أسيا سيدتنا يوكابد قالت لسيدتنا أسيا ينفع أخده معايا البيت أربيه عندي؟ قالت له ماشي، بس لما يبلغ الفطام تجيبيه عندي وتقدري تاخديه في أي وقت يعني تشوفيه. تمام. فودته إليها. فلما كبر وعلموه هناك اللغة العربية وعلموه كل حاجة. فإيه سيدتنا أسيا قالت لفرعون اللي هو يقعد يلعبه يعني. فإيه هو بيلعبه شد لحيته. ففرعون قال ده هو ده اللي هو ده اللي هيموتني. فسيدتنا أسيا قالت له لا مستحيل، ده طفل صغير. قالت له عشان الدليل هنجيب جمر ولؤلؤ. صح. اذا اختار الجمر يبقى هو طفل بريء، اذا اختار اللؤلؤ يبقى هو اللي هو اللي هيموتها. فهو اختار اللؤلؤ فهو اختار الجمر قصدي. صحيح. ولسانه اتحرق. فكبر عند فرعون، وبعدها راح لسيدنا يوكاب علموه. وبعدها جه بلاء اللي هو يعني رب الاول اللي هو راح لمدين عشان كان ضرب حد وموته، وكان يعني في مره ثانيه موته ثاني، موت حد تاني. فهرب من لمدين، وصل لبير مدين، فوجد فتاتين يعني قاعدين مش بيسقوا. قال لهم ما خطبكما؟ قالت له لا نسقى حتى يزر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسيدنا موسى يعني سقى لهما من البئر فشكروه. فلما راحوا كان هناك سيدنا شعيب، كانوا بنتي سيدنا شعيب. صحيح. فحكوا القصة لسيدنا شعيب، وقال واحدة من بنتي يعني روحي وناديه يعني عشان يديه جزاءه يعني. استأجره. خير من استأجرت القوي. خير الأمين. نعم. فلما راح قال له يعني أنا هخليك تتزوج واحدة من فتاتين هاتين على أن تأجرني ثمانية حاجة. يعني تشتغل معي ثمان سنين. تجوز ثمان سنين. فاشتغل معها 8 سنين. ولما يعني كانوا عاوزين يروحوا مصر، فسيدنا موسى شاف نار يعني نار فراح لها. فلما ربنا كلمه في الوقت ده. صحيح. فقال له اذا الجبل اتهز يبقى انت مش هتعرف تتكلمني، اذا الجبل ما اتهزش يبقى انت هتعرف تشوفه. تمام. فالجبل اتهز وسيدنا موسى اغمى عليه. صح. فلما سيدنا موسى أغمى عليه ربنا كلمه، كان بيكلمه من قلبه يعني. وانت تقدر تكلم برضو ربنا في الصلاة وفي القرآن.
تمام. فلما سيدنا موسى كلمه قال له اللي هو نبي ولازم تروح لسيدنا ولازم تروح لفرعون. فسيدنا موسى قال لربنا ان انا مش هقدر، لازم يكون معايا حد يساعدني. فسيدنا موسى قال لربنا اللي هو انا عاوز هارون يكون معايا. فخد هارون معاه وراح له. ايه ربنا نزل عليهم مره بلاء، قالوا لسيدنا موسى ادعوا لنا عشان ربنا يشيل البلاء عن لحد 7 مرات، صح، لحد اخر مره اللي هي الدم. لما سيدنا موسى بقى زهق قال انا هاخد بني اسرائيل بالليل وهمشي بيهم. فاخدهم مشى بيهم لحد ما وصلوا البحر. فكان فرعون وراهم، فكان عاوزين ياخدوهم عشان يقتلوه فيه. فسيدنا موسى ضرب بالعصا في البحر فالبحر انشق، صحيح. فمشى قوم سيدنا موسى اللي هو بني اسرائيل وراح وراهم فرعون. فاول ما وصلوا سيدنا بني اسرائيل البحر اتقفل على فرعون وغرق. واول ما البحر اتقفل فرعون قفل عليه البحر وقال انا امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ربنا ما استجابلوش وقال انت كنت، وسيدنا جبريل قال اللي هو كان قال له انت كنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وربنا نجاه بدنه على الشط. وصل سيدنا موسى وبني اسرائيل للشط وبعدها احتفلوا بقى. ايوه عشان نقول بقى اللي حصل، لان هو مصيبه ثانيه بقى. انتوا متفقين معايا ان احمد حكى القصه افضل ما انا حكيتها 1000 مره. يعني انا قاعده مستمتعه جدا جدا. يعني انا عايزه اقول لك انك ممكن تعملي وسيله كلام او فيديو او انك انت تتفرجي او تسمعيهم احمد وهو بيقول القصه 3 سنين. خليهم سمعهم لي وانا بقول بتوع 3 سنين، وسمعيهم قصه احمد وهو بيقول قصه سيدنا موسى.